الشباك أنس شايب صور على انستغرام كانت تحضيرات لحدث الملاكمة اللي راح يكون أول حدث وأكبر واحد للملاكمة بتاريخ اليوتيوب، واللي راح يشاركه الحلبة مونيكيكس. أما أبو الرب فشارك ستوريهات مفاجئة من المستشفى نتيجة لتعب صار معه مبارحة، وطمن متابعينه بعد ساعات عن حالته الصحية بهالستوريهات. يا جماعة صرت أحسن الحمد لله، الحمد لله شكرا على دعواتكم، بس في لوزي صار وجعوني، حاس في تكملة بس لسه، بس أخذت بريك، أتوقع المرض أعطاني بريك. شفنا من خلال الستوريهات لقاء كل من ياسو وكارولين وشادن ويارا مع بعض بمطعم بتركيا. كتبت لكم احذروا انا مع مين، بس يعني خلاص الامر الامر انفضح والكل عرف. شادو كوكي ياسمين تعرفوا، ما في داعي احكي لكم عنها، يعني خلاص مليتوا منا بالحقيقه. يعني انا كنت اشوفك بالفيديوهات وهيك، بالحقيقه انت جدا جدا هيك كثير كيوت وكثير هيك مش كيوت، يعني ما بعرف كيف بدي اوصفه، ما بعرف. حكيت هذا الشيء قبل يعني قبل ما نصور الستوري وهلا صح. وكمان شفنا لقاء كل من قمر وبيسان وأنس من بعد عودته لتركيا قبل ساعات بمطعم كمان. طيب يحضر اليوم من انتقيت طبعا نورتي ونورتي صنبول وإنسانة كلش لطيفة وكلش حلوة بالحقيقة حرفيا، يعني لقلبك صراحة. على فكرة أول شخص بلتقي فيه هون تركيا هي قمر، كثير كثير تشرفت فيكي وانبسطت اليوم. أما أنس وأصالة وأسامة فعايدوا أم أنس بمناسبة عيد ميلادها من خلال هالستوريهات، وعلق أسامة بكل سنة وأنت أنجلينا جولي العرب. أما نارين بيوتي فوضحت من خلال آخر فيديو نزل على قناتها حقيقة وفاة قطها تشيكيتيتو، من بعد ما طلعت إشاعات على السوشيال ميديا اتهمت فيها نارين بالكذب من بعد ظهور قطتين جداد بآخر فيديوهات على قنوات إخوانها، ووضحت أنهم قطتان جداد سمتهم تشيكي وتيتو.